شباب هي هاي القلعة اللي انبنت من قرون عديدة بالماضي على أساس أشياء أو أغراض دفاعية لهذه المدينة. هي هاي نفسها أربيل القديمة اللي كانوا أهل أربيل عايشين بيها. يعني هي نفسها الأربيل الأصلية؟ أي كاكتر بلغرام أربيل كلها كانت عايشة هي وسكانها بهذا المرتفع اللي تشوفه هسه. أما الأبنية والمحلات والأسواق اللي جوا هاي إجت تحصيل حاصل من زاد عدد سكان المدينة وتوسعت المدينة. أكيد ما راح يكونوا بنفس القلعة. أكيد راح ينزلون شوية حتى توسع المدينة. أي بس ظلت هذا المكان محافظ على تراثه وآثاره وفتحوا بزارات فيه وأشياء حلوة يعني. طبعاً طرقي لأن الناس كلها قامت تتوجه إلى هذا المكان لأغراض سياحية من كل أنحاء العالم مو بس من العراق.